السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون، الصفحة الرسمية. معكم جلال. صلوا على رسول الله ليصلى عليكم عشر. إخواني أخواتي، الموضوع تاع اليوم اللي راح نتكلم فيه هو كما وعدتكم الخروج من مرحلة إلى مرحلة. يعني باش نفهموا بعضنا، عندما يكون لديك طائر في غيار الريش، طائر في غيار الريش وينتهي من إسقاط وإنماء الريش، يعني كي يكمل كي يطلع العصفور تاعك الريش، راح ينتقل لمرحلة أخرى. المرحلة الأخرى وش هي؟ المرحلة الأخرى هي بداية تصفية الغناء، يعني لا ريبيتيسيون. يبدأ العصفور تاعك يغني، وش تدير ليه عند الانتقال من مرحلة إنماء الريش المرحلة تاع الريبيتيسيون؟ شوف أخي المشاهد، كي يكمل العصفور تاعك يطلع الريش تاعو، يعني ماهوش محتم انه يكون كمل الريش كومبليتوم، يعني كيما نقول انت تشوف العصفور تاعك ما عادش يسقط الريش، عادي غير يطلع في الريش. كي تنوض على الصباح تسمعه يغني بصوت خافت، وش دير مباشره؟ به طلعوا العصفور تاعك مليح وبصحه جيده والغناء تاعو قوي ما يجيش ناقص. اول حاجه اخواني كيما وصيتكم عليها هي التربه. انا كي ما نمدش التربه الحمراء ولا السوداء هذيك، نمد التربه تاع رمل البحر كما راكم تشوفوا فيها هاي قوي. تربة تاع رمل البحر هذه تساعد العصفور. أي تربة تساعد العصفور كما علمناك من قبل أنها تحميه باش ما يمرضش في الأمعاء تاعو والمعدة تاعو، لأن العصفور ماهوش كما الإنسان. هذه أول نقطة. ساعة لساعة نمد خضراوات للعصفور كما راكم تشوفوا، قطعة من الخيار ماهيش كعبة كاملة تاع خيار، تفهمنا. نظافة والبراق، سيرتو ننبهكم على البراق. ما لازمش تكون البراقة تبلت لك اثناء الاستحمام ولا الرش بالميرش، والبراقة القديمة الفاسدة، تفهمنا، البراقة المختلطة بالفضلات في أرضية القفص وكل منها ولا في العلبة، هذه الحوايج باه يطلع الفرخ تاعك اون بون سونتي وما يمرضش. في غيار الريش نقدم ديما حبار سيبيا اون كا العصفور يحتاج كالسيوم، يروح يتغذى مباشرة على الكالسيوم، ما يبقاش يسنن يعني يسنى حتى نجيب له كالسيوم، تفهمنا. العصفور تاعي عنده ضربة ريح خفيفة جدا، نض صباح نلقاه شول المبولي هاك شوية، حطيت له قطعة بصل في المشربية كما راكم تشوف. هذا لو تريتمون باش العصفور تاعك يطلع اون بون سوندي، ما يقعش لك في امراض تولي في مشاكل اخرى. درك كيفاه ننتقلوا من مرحله انماء الريش الى مرحله تقويه صوت العصفور؟ شوف اخي المشاهد، لكن توفرت عندك نبته الحريق، شفتي الحريق هذيك الورقه، تحطها له في المشربي تاع الماء دوك، تسيب لي في تاعها كي يشرب منها احسن واحسن، وحط له البذور تاع الحريق هذيك يأكل منها عادي جدا. هذه احسن حاجه تهيج العصفور وتقوي له الجوهره تاع الصوت. ما توفرتش ليك هذيك تمد له زهره الهنديبه، ما كانش ضم خلاص سهله. خلا تجيب عسل تحط كيما نقولوا احنا في اصبعك قليل من العسل وتحطه له في المشربيه تاع الماء وتخليها له لمده يومين يشرب منها، بعد تنحيها له وتنظف القارورة من الداخل جيدا جيدا، يعني بلي وش قاعد نعد. بعد يشرب منها يومين تنحي له وتعطيه ماء نظيف، بعد يومين أو ثلاثة أيام تكرر له العملية، يعني كما نقول احنا كل أسبوع تمد له مرتين قليل من العسل في المشربي. هكذا العصفور، العسل يقضي على الميكروبات في الحنجرة تاع العصفور ويحسن له في الصوت تاعه ويخرج بصوت قوي، فهمنا يا جماعة؟ هذا هو الموضوع تاعي، كيفاه تخرج العصفور تاعك من مرحلة إنماء الريش لزيادة صوت العصفور ويكون بصحة جيد. ما تنسوش النقاط هاضمة يا جماعة، كما قلت لكم معاكم نقطة بنقطة في غيار الريش. دعم الفيديو، دير جيم، بارطاجي، ما خسر حتى حاجة، وحنا رانا معاكم للآخر. سلام.